بالنسبة لمشروع المجلس هو قانون تعدى من مجلس الوزراء إلى مجلس الشعب، وإن شاء الله يتم دراسته في أقرب وقت ويخرج القانون. هذا مطلب متكرر وقديم ومشروع بالنسبة للتونسيين بالخارج اللي يحبوا يشاركوا في كل القضايا اللي تهم الهجرة وسياسات الهجرة. وبطبيعة الحال مش يكون مجلس استشاري مر عليه كل مشاريع القوانين والترتيب اللي تهم الهجرة وتهم التونسيين بالخارج، كذلك هو عنده الحق مش يعطي كذلك قوانين أو مشاريع قوانين يصدرهم يعني للحكومة والمجلس النواب الشعب. وفي نفس الوقت كل القرارات أو الاتفاقيات الثنائية اللي تم بين تونس وبين بلدان أخرى وإلا بين مجموعات بلدان مر حتما من استشارة الديوان التونسي بالخارج، حيث باش يكون عنده دور مهم جدا ويمكننا من التعرف فعلا على مشاغل التونسيين بالخارج حتى يتم استقطابها ضمن الاستراتيجية وضمن الخدمات اللي يقدمها ديوان التونسيين بالخارج وكل مؤسسات الدولة وبطبيعة الحال السلطات القنصلية وغيرها يعني والمراكز اللي موجودة في تونس. احنا تكونت قاعدنا فقط ننتظر ممثل العائلات، ممثل العائلات يوم 3 أوت لجنة البحث وتحري فيما يخص المفقودين اللي خرجوا عن طريق السواحل الإيطالية. هذو عندنا حوالي 503 مفقود، اللجنة فيها ممثلين للوزارات المعنية، الدفاع، الداخلية، العدل، الشؤون الاجتماعية، وبطبيعة الحال تم ممثل للمجتمع المدني، الجمعيات اللي تهتم بالهجرة، وكذلك للأسر المفقودين. أسر المفقودين تأخرنا شوية لأنه صارت تجاذبات ما بيناتهم وكل، وفي الأخير لميناهم يوم 3 أوت واتفقنا على تمشي، وإن شاء الله في بداية الأسبوع الجاي تبدأ اللجنة في تكمل يعني من ناحية تركيبتها وينطلق تنطلق في عملها بالنسبة للمفقودين. اتصلنا بوزارة الداخلية باش يحضرون البصمة الجينية لكل المفقودين اللي عندنا بطاقة تعريف متاعهم، لأن المسافة مش كل عندنا بطاقة تعريف متاعهم، وعندنا مختص في الطبيب الشرعي، وعندنا تم أسر اللي عملوا الحامض الجيني بالنسبة لديان يعني بالنسبة للجثث، لأنه يعني ثم 5 أو 6 جثث موجودة في إيطاليا، باش نجموا الفريق اللي باش يمشي يتعرف على الجثث ويقارن الحامض الجيني بالنسبة للأسر المطلقين، وفي نفس الوقت يتم مكافحة بين البصمة الجينية اللي عندنا احنا في وزارة الداخلية مع البصمة الجينية الموجودة في عند الفريق الإيطالي. وإن شاء الله اللجنة في أقرب وقت تحاول منها باش تتعرف على وسائل باش تجيب على التساؤلات بالنسبة لأبناء المفقودين، لأن تأرق العائلات وتأرقنا احنا كحكومة في نفس الوقت. لكن هو بالنسبة للمساجين يعني ثم جزء منهم رجع وثم جزء منهم احنا بتواصل معها من خلال الملحقين الاجتماعيين، يعني بحيث عملية رجوعهم هي مش فقط تم اللي عليهم قضايا عدلية ويجب يكملوا مدة السجن بتاعهم، تم اللي تم إطلاق سراحهم لكن ما سمحوا لهمش بالإقامة في البلاد إلى آخره، يعني وضعيات مختلفة. احنا من ناحيتنا مع السلطة القنصلية نتابع كل ما هو سجين موجود، نحاولوا باش نأمنوا على الأقل تواصلوا مع أسرته الملحقين الاجتماعيين هذا كدوم، يعني بحيث يجب على الأقل يحيطوا من ناحية اجتماعية، وإذا كان ثم أي طلبات معينة نتواصلوا مع الأسر بتاعهم في تونس، ويجون عادة الأسر اللي عندهم أولاد مسجونين غريكة ونربطوا بينهم وبين الملحقين باش يمدوهم بكل البيانات المتعلقة بهم. قضية طبعا رجوعهم تم منهم اللي في ضمن برامج تعاون مع إيطاليا ومع سويسرا أنهم رجعوهم باش يعملوا مشاريع صغرى في تونس. أنا حاليا مشروع باهي قاعد ماشي بالقدام مع سويسرا، وإن شاء الله نطوروه مع إيطاليا ومع فرنسا باش يخرجوا بطريقة غير شرعية يرجعوا لتونس ويرافقوهم بمشاريع تنموية صغيرة باش يستقروا في تونس وما عادش يفكروا في الهجرة اللي يعني.